عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم بسبوسة ب5 دقايق بالظبط، هكون عاملة بسبوسة معاكم سهلة جدا وسريعة، ما بتستهلكش وقت كتير ولا مواعين كتير. اولا انا جايبة الكيس ده من عند العطار، اهو كيس اسمه حلو الشام، مش غالي خالص، الكيس ب7.5 وبيبقى فيه كل حاجة. اول حاجة ابتديت ان انا اولع الفرنة بتاعتي، ولعتها على درجة حرارة 180 دي قبل ما ابتدي فيها. هعمل ايه بعد كده هقول لكم. معايا هنا كيس بسبوسة حلو الشام زي ما قلت لكم، جايباه ب7.5 من عند العطار، عبارة عن سميد وسكر وجوز هند وبيكنج باودر، في كل حاجة. هعمل معاكم كيسين، وكل كيس معاه علبة زبادي، وهحط معاه كيس كيك شيف وكوباية سمنة. على الكيس فيه نص كوباية سمنة، يعني الكيس فيه نص كوباية سمنة. ثانيا الكيس ده بيحتاج صينية 25 مقاس 25. هجيب بولة احط فيها المكونات وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني يا بنات، انا حطيت كوباية السمنة هنا، هحط معاهم علبتين الزبادي زي ما قلت لكم، الكيس بيحتاج علبة واحدة اهو، بس احنا ما شاء الله العدد كبير، فهعمل ايه كيسين. اول حاجة بتتعمل بحط السمنة مع الزبادي واضربهم كويس جدا مع بعض اهو، مش بتاخد وقت خالص يا بنات، جربوها وسريعة جدا. لو جالك ضيوف او جالك اي حد هتنجزي فيها جدا، يعني هي ما بتبقاش غالية وبتنجزي فيها على طول، والمكونات دي بتبقى موجودة عند اي حد اهي. بضربهم كويس جدا، اهو هضربهم كويس جدا وارجع لكم تاني. قلتلكم تاني يا بنات انا اهو حطيت البتاع، هضيف بقى اول كيس معاكم اهو، كيس محتوياته يا بنات فيها كل حاجة ايه. انا ممكن احتاج بس النص كوباية مية بس صغيرة جدا علشان العجينة تتحرك معايا. نص الكوباية دي يعني اللي بتبقى في علبة الزبادي كده، هحط فيها كوباية مية. معلش انا اسف على الازعاج. اهو هي بتتبس كده يا بنات، هي اسمها بسبوسة علشان خاطر بتتبس اهي. ايوه انا جبت معاكم اهو حبة مية صغيرين جدا اهو، هاخد بس الكيس ده هفتحه. ونشكر بقى المساعدة بتاعتي أميرة أختي، ربنا يبارك لها يا رب. اهي هي مش محتاجة، بس أنا عشان التصوير بس، يعني هي سهلة جدا مش محتاجة مساعدة ولا حاجة، بس هي عشان التصوير بتساعدني، بتفتح لي حاجة حاجة زي كده يعني اهو. هحط بس كيس البيكنج باودر ده كله اهو، وعندي بقى صينية. نسيت اقول لكم يا بنات، انا اول حاجة حطها برضو على النار الشربات. الشربات عبارة عن ايه؟ عن كوبايتين مية كبار ومعاهم كوباية ونص، بحط معاكم اهو البيكنج باودر او كيك شيف اهي، حلوة جدا. الشربات يا بنات عبارة عن كوبايتين مية عليهم كوباية ونص، كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، وفي الاخر خالص انا بعصر عصرة ليمونة. هي كده يعتبر خلصت معايا. هجيب الصينية هوريكم بعمل ايه بعد كده. يا بنات انا فردتها في الصينية بتاعتي، الصينية بتاعتي كانت مدهونة زبدة، دهناها حلو جدا، حتة زبدة حلوة كده عشان خاطر تبقى طالعة معايا طعمها حلو اهو. انا هحطها بقى في درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم، وانا من البداية خالص قبل ما ابتدي فيها مشغلة الفرنة بتاعتي، هحطها على النار وهرجع لكم وانا اوريكم وانا بحط الشربات. رجعت لكم تاني يا بنات، انا حطيت البسبوسه اهي في الفرن، ما قعدتش اقل من تلت ساعه كانت خلصانه. معايا بقى الشربات الاتنين سخنين مع بعض اهو، الشربات خفيف شويه والاتنين سخنين.
البسبوسة هتتشرب كل الشربات ده يا بنات. عايزين تقدموها على كده؟ تمام. عايزين تزوقوها؟ زوقوها، انا هزوقها معاكم بجوز هند وشوكولاتة وارجع لكم يا بنات. انا زوقتها هنا بشوكولاتة وجوز هند. كنت عايزة اقول لكم معلومة برضو، انا بعد ما حطيت الشربات حطيتها تاني في الفرن. عايزة بقى يا بنات، عشان كنت عايزاها تطرى شوية، هقطعها واوريكم شكلها من جوه هيبقى عامل ازاي. رجعت لكم تاني يا بنات، واهو ده كان السمك بتاع البسبوسة معاكم اهو. بسيبها تبرد بس شوية عشان تتقطع، وبعد كده اهو هو ده السمك بتاعنا. عايزينها اقل من كده ممكن تعمله في صينية كبيرة، بس احنا بنحب السمك ده جدا اهو. ثانيا يا بنات، عايزة اديلكم معلومة عن الصوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة انا عاملاه ازاي؟ ما عندي في الخلاط حتى نص كوباية كاكاو، كوباية لبن، كوباية سكر، ونص كوباية زيت، وبضربهم كويس جدا وبيديني الصوص ده اهي. هو ده شكل البسبوسة بتاعتي معاكم اهي، طعمها جميل جدا، جربوها هتعجبكم قوي. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي باي.